لا تدمروني انا لا تدمروني انا ما اعرف تعرفوني ما كنا ولا مي ولا مي ولا انا ما اعرف انا ولا مع حد غيرك. تواصل الميليشيات الحوثية مسلسل جرائمها بارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين من أبناء محافظة الحديدة. في جديد جرائمها قصفت الميليشيات الحوثية منزل مواطن بقرية الكداح بالساحل الغربي فأحالته إلى أطلال. صار ختيوشة موجه من قبل الحوثيين التي على بيوت المواطنين دمر المواطنين العزل الذي لا يمتلك أي يعني أي شيء من الإمكانيات فوق النزوح والبهذلة والغلاء الاقتصادي والحرب الاقتصادية يغلق بالدمار الشامل للأسر والمنازل. ما عشت يا رب كل ما زعيها بحاجة أسلم كيس السمات وطلعها علي دمروا بهذا الشكل. فين الجوز فين الجوز هالحكومة الحالون يستدونون وحطون الفقراء الحالون. من هم ما يدمر يضربوا حوثية من في غيرهم من رسل الكواتي. أنا أسمعت لما قال من كذا وقبلني هنا أنا ولا عدالت في ناره رحم بطني إيش داك هنا أما تبقى في بلاد الناس الشعتات لا لقوا طالك تاكلك حتى شقروا إذا ساكوا الله بين أحد بين المواطنين تاكل الله بين المواطنين. خلاص ولدها من أحسن قل المرأة حكي الحمد لله. استيقظ سكان قرية الكداح على دوي انفجارين نتيجة صاروخين كاتوشا أطلقتهما الميليشيات الحوثية من المناطق النائية بمديرية حيس، فاستقر أحدهما بمنزل المواطن إبراهيم بديح الذي صادف وجود أفراد الأسرة خارج المنزل بعد تناولهم لوجبة الإفطار ولم يسفر عن وقوع ضحايا رغم تطاير الشظايا إلى معظم المنازل المجاورة ناشرة الرعب والهلع في قلوب النساء والأطفال، بينما سقط الصاروخ الثاني على بعد أمتار قليلة من مدخل القرية الآهلة بالسكان. من هو ضربها هذه؟ من هو الذي ضرب الصاروخ؟ استهداف منازل المدنيين وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها وقتل النساء والأطفال جرائم حرب يومية ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد أبناء الساحل الغربي. من محافظة الحديدة شرف الشمري، اليمن اليوم.